نمسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. الأجواء الحالية أجواء حارة إلى مائلة للحرارة، وتصل درجات الحرارة بشكل عام على معظم المناطق ما بين 34 إلى 39 درجة مئوية. رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة على معظم المناطق البرية، لكن متوقع نشاطها على فترات خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر. متوقع تصل سرعة رياح ما بين 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة. قد يكون هناك ارتفاع في الأمواج، قد يصل ما بين 2 إلى 6 أقدام. أيضا هناك نشاط في رياح الشمالية الغربية، متوقع راح يرجع معنا في نهار يوم الغد خاصة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد، وأيضا راح تكون مصحوبة بفرص لبعض الغبار المثار على هذه المناطق، وأيضا قد يصاحبها تراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية. راح نوافيكم في تفاصيل أكثر عنها خلال نشراتنا القادمة. الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء تميل إلى الحرارة، وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 39 درجة مئوية، لكن الحرارة المحسوسة حول 37 إلى 36 درجة مئوية. الرطوبة النسبية 14%. الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر. رياح حاليا شمالية غربية تصل سرعتها إلى 7 كيلومتر في الساعة. صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا عبور بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق. لازلنا تحت تأثير منخفض جوي مأثر علينا بهواء شمالي غربي، متوقع نشاطه من حين إلى آخر خاصة خلال الأيام القليلة المقبلة. بشكل عام مثل ما نلاحظ أجواء راح تكون صافية على دولة الكويت وخالية من السحب. الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء تميل إلى الحرارة، ومتوقع تصل درجات الحرارة بشكل عام ما بين 31 إلى 35 درجة مئوية. هواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة على معظم المناطق البرية، لكن نشاط الرياح الشمالية الغربية راح يكون ملحوظ أكثر على المناطق الساحلية وداخل البحر، ومعه راح يكون في ارتفاع في الأمواج، وراح يستمر معنا نشاط الرياح على هذه المناطق حتى ساعات الصباح الأولى من يوم الغد مع استمرار الأجواء المائلة للحرارة. وفي صباح يوم الغد قد تصل درجات الحرارة ما بين 27 إلى 30 درجة مئوية على المناطق الغربية. أما في مدينة الكويت ومطار الكويت الدولي قد تصل ما بين 30 إلى 33 درجة مئوية. منتصف يوم الغد راح يرجع معنا نشاط الرياح الشمالية الغربية خاصة على المناطق الشمالية وشمالية الغربية من البلاد، وهناك فرص لبعض الغبار المثار على هذه المناطق، وأيضا أجواء راح تكون شديدة الحرارة، ومتوقع تصل درجات الحرارة بشكل عام ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية، وتنخفض طبعا نوعا ما عن هذه المعدلات على بعض المناطق الساحلية وداخل البحر. متوقع تصل ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية. أيضا الهواء راح يكون في نهار يوم الغد خفيف إلى معتدل السرعة على المناطق الساحلية وداخل البحر، لكن أيضا متوقع هبات الهواء أحيانا على هذه المناطق، ومع هبات الهواء قد يكون هناك ارتفاع في الأمواج يصل ما بين 3 إلى 6 أقدام. لكن بشكل عام البحر راح يكون خفيف إلى معتدل الموج، نهار يوم الغد قد يصل ما بين 2 إلى 4 أقدام. أما مساء راح يرجع نشاط الرياح الشمالية الغربية ويكون ملحوظ أكثر على المناطق الساحلية وداخل البحر، وقد يصل ارتفاع الموج ما بين 2 إلى 5 أقدام. وطبعا لازلنا في فترات الفساد اللي تكون فيها تيارات الماي ضعيفة. المواقيت بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفير الساعة 3:51، شروق الشمس الساعة 5:16 دقيقة، وموعد أذان المغرب راح يكون الساعة 6:28 دقيقة. أما بالنسبة للطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة، متوقع في يوم الغد نشاط في الرياح الشمالية الغربية، متوقع راح يكون ملحوظ أكثر على المناطق الشمالية والشمالية الغربية من البلاد، 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وأجواء قد تكون مغبرة على هذه المناطق، لكن على بقية المناطق أجواء راح تكون صافية بشكل عام. العظمى 47 والصغرى 30 درجة مئوية. راح يستمر معنا نشاط الرياح الشمالية الغربية في يوم الأثنين 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وأيضا راح تستمر معنا الأجواء مغبرة مع أجواء شديدة الحرارة، ومتوقع تصل العظمى 47 والصغرى 31 درجة مئوية. راح ينشط الهواء الشمالي الغربي أكثر في يوم الثلاثاء، ومتوقع يصل ما بين 20 إلى 50 كيلومتر في الساعة، وأيضا راح تستمر الأجواء مغبرة، لكن أيضا بفعل هذا الغبار راح نلاحظ أن الحرارة المحسوسة راح تكون أقل من المسجلة بحول 3 درجات إلى 4 درجات مئوية أحيانا. العظمى المتوقع في يوم الثلاثاء 46، أما الصغرى المتوقعة 30 درجة مئوية. ويوم الأربعاء أيضا راح يستمر معنا نشاط الرياح ومع استمرار الأجواء المغبرة، العظمى المتوقعة 47 والصغرى قد تلامس 29 درجة مئوية. نشاط الرياح مثل ما قلنا راح يستمر معنا في يوم الأربعاء 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة، لكن بإذن الله متوقع أن راح تتراجع سرعة الرياح الشمالية الغربية في يوم الخميس 10 إلى 42 كيلومتر في الساعة، ومتوقع أيضا تصل العظمى إلى 6
و40، أما الصغرى المتوقعة 30 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، خلال هذا الأسبوع مثل ما ذكرنا أجواء راح تكون مغبرة على أغلب المناطق، لذلك اللي يعانون من أمراض الربو والحساسية حطوا بالكم خلال هذه الأجواء، وأيضا مرتادين الطرق السريعة خارج المدينة حطوا بالكم من تراجع وتدني مدى الرؤية الأفقية. تنتهي جولتنا الجوية، لكن بعد درجات الحرارة في بعض العواصم والمدن حول العالم.